كنتاش دابا انت كريمه دي تافهه دخلات على اليوتيوب المغربي كنتاش دابا انت كريمه دي تافهه دخلات على اليوتيوب المغربي فهمتي اللي باغي الناس اصلا فهمتي اللي باغي الناس اصلا الناس باغا تافه خص دابا كيف ما كنعرفوا دابا الجوج انت دخلتي لهاد العالم ديال اليوتيوب اعلنت الحرب عنك اعلنت الحرب عنك انا هاد العالم ديال اليوتيوب فيه الخايف فيه الزوين فيه الادسنس الفلوس كما كتاخذوا نتوما كتجيكم ساهله كتجيكم ساهله لكن عنده واحد العواقب لكن عنده واحد العواقب اللي من بين هاد السب والشتم والام ديالك تسمع الهضره تعتقلات وقبل منها فهداك النهار اللي دايره لايف كتقول لي بربي تنصيفطك للحبس تقول لي بربي تنصيفطك للحبس قبل ما نوصلوا ليها هو تعازينا الحاره للعائله ديالهم والله يرحمه في هذا النهار ومن هذا المنظر هذا كنقول لك سيد تهنى ومن هذا المنظر هذا كنقول لك سيد تهنى لان انا عارف الكواليس ديالو عيرتيها بالفسيقه عيرتي الدار بدار الدعاره عيرتي بزاف دار اللي كانت كنريحها فيها ب 15 يوم بدار الدعاره بدار الدعاره بسبب الشتم بواحد القذف اللي ما كاينش قالت لي غنشد موس وغادي نشد الموس وكتقول لهم انا هذا غادي نشرق لي المؤخره ديالو نشرق لي المؤخره ديالو قالت خاصني تفتح تحقيق في الموت ديال الاب ديالها ما عرفتش علاش المعالب ديالكم غريب بزاف المعالب ديالكم غريب بزاف كما كنتي معاه انت مقديش معاه تقريبا دابا ازيد من 7 شهور مع 8 شهور وكن وشناك معاه في شكايه ضد هيام واليوم شناك انت السبب الرئيسي باش دخلت الحبس السبب الرئيسي باش دخلت الحبس متابعي قناه مغارب نيوز اهلا وسهلا بكم في الملف اللي تار ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم معنا كريم الملقب بجوك والحلقه المهمه في هذا الملف جوك مرحبا بك على قناه مغارب نيوز اول حاجه الله يبارك فيكم مرحبا بعد ما وفاه الاب ديال هدى الناشطه اول حاجه كنبغيو نعزيو العائله ديالها وكنبغيو نعزيوها هي ايضا اللي داخل السجن كنبغيو نعزيوها جوك بغينا نفهموا هذا الملف كيفاش بدا من الاول حتى الاخر انت كما سجلنا معكم حنا كطاقم جريده مغرب نيوز كنتو انت وهدى الناشطه ضد هيام من بعد دابا شنا كما كنقولوا تقلبات كيفاش اش توضع الجول المغرب هذا السلام عليكم مرحبا بمغرب نيوز عندي في الاستوديو المتواضع ديال خوك جوك هاد الملف هذا ساهل وما فيه شي حاجه اللي غير الناس كيبغيو يبقاو اللي ما عارفينش الكواليس هما اللي كيديروه ملف كبير وراه ما ملف ما كبير ما والو مالكش وضع الناس كواليس باش الله يفهم الكواليس هو انني انا فاش ما بقيتش كنديها معايا للتصوير ولا كنديها معايا عند هيام ولا هذا السيده تقلبت عليا دونك هنا كان وقع واحد النزاع ماشي معايا انا اصلا مع واحد السيد معنا في الطاقم كان وقع واحد هو داير فاعل الخير شويه ولات كتسبو هذا شويه دار لها واحد الرياكشن اللي داك الرياكشن اللي حط لها الكذوب ديالها وحط لها النفاق ديالها وحط لها بزاف ديال الحوايج ديالها هي شخصيا يعني ناضت كتسبني انا نيشان في لي لايف بواحد الكلمات اللي صراحه اللي ما بزاف ساقطه يعني ساقطه بزاف ماشي مخله بالحياه شي حاجه اكثر من مخله بحيت كاين بعض الكلمات اللي جائز اننا ندوزهم وكاين شي حوايج ما كتقدرش تدوزهم شي حوايج اللي قاصح باش تقولهم عيطت ليها دويت معاها وراه كاين تسجيل انني دويت معاها حطيته في هذا وصيفط لها اوديو قلت لها هدى راه هادشي اللي كديري راه ما غادي نطلع نعيرك ما غادي نسبك ما حتى شي حاجه ولكن ردي البال زلقي في شي حاجه راه ما غاديش نتعاتق معاك كاين باش تحاولوا نحطوا النقط على الحروف انت كنتي معاه بعلاقه عاديه كنتي بغينا نعرفوا ديك العلاقه تلخص علينا كما كنقولوا العلاقه اللي كانت بينك وبين علاقه كانت عاديه انا جبتها دارت معايا كاميرا خفيه النهار الاول صدقت باركه عندنا 15 يوم في الدار واكله شاربه ما كاينه حتى شي حاجه الامور عادي خاصك لك تي تخارج شي بلاصه خاصك ديها معاك ميمكنش كاين شي حوايج اللي خصني نمشي لهم انا راسي ميمكنش غنبقى غادي بك انا هنا غادي بك انا هنا وهي من واحد النوع اللي كما كنقولوا موسوسه لا هذا قال لي هذا دار لي هذا دار لي هذا فهمت راه شهر ولا شهرين شهر ونص وما يزيد عليه وهي كتسب لي في والديا وكتسب لي في مرتي وكتسب لي في ولدي الصغير ما زقلاتوش قالت لك فيه توحد فيه كذا فيه هادي فيه هادي ودويت معاها انا حدي كنطلع كنجاوب ردا فقط راه لا دخلوا عندي للقناه راه غادي يشوفوا غير كنرد ما كنعيرش وما كنسبش فعلا قالت هي انا عاهره انا كنكمي انا كنشرب انا كندير رديت عليها بهذاك الكلام ديالها في الرياكشن وفي هذا وكنقول لها الله ينعل لك الوالدين يعني علاش كنقول لها الله ينعلك لان كتقول لك كتقول شي دري صغير الله ينعلك الوالدين عادي كنتاش دابا انت كريمه دي تافهه دخلات على اليوتيوب المغربي فهمتي اللي باغي الناس اصلا
الناس باغا تفاهه حيت ملي كدير فيلم خاسر فيه الزبابل ديال الفلوس كيتسوق لك. جربت شو درتي شي فيلم؟ ما عندي افلام لعلك ترضاو هذا الافلام القصيره اللي كاميرا كاشي كلشي كاينين راه يدخلوا القناه غيشوفوهم. كان شي اقبال عليهم؟ لا كاين اقبال ولكن ماشي اكثر من ملي كتجيب شي تفاهه صراحه باش نكونوا واضحين. ملي كتجيب شي تفاهه كلشي كيدخل يتفرج فيها. وملي كتخرج كتجيب الناس من الزنقه وراه كيما كتشوفوا راه كنت كنهز بنادم من الزنقه كدير جمعيات كنهز بنادم من الزنقه دير الحمام كنهز نفرق المانط في الزنقه نفرق بزاف ديال عمل خيري كيما عمل خيري راه كتحطو في القناه ما كيتفرجوش فيه ما كيشوفو حتى شي واحد. ملي كدير هادشي ديال هذا قال هادي كذا كتلقى الناس كتفرقع طلع طوندونس هادشي هاد العيبات هادو. ولكن ما كنسبش ما كنعيرش ما تيشاع حدي كنقول بنادم عيرتيني وهذا سير الله ينعلك والديك هذا الشيء حيت ما ربوكش او لا ربوك انا ما درتيش بحسابهم باش علاش كنتوشيك حيت انا ما كنعرفكش وانت ما كتعرفينش وتسبني دونك هنا كاينه شي حاجه ماشي هي. وهذه القضيه ديال الوفاه ديال الاب ديالها قبل ما نوصلوا لها هو تعازينا الحاره للعائله ديالهم والله يرحمه في هذا النهار. ومن هذا المنبر هذا كنقول لك السيد تهنى لاننا عارف الكواليس ديالو باش يكونوا واضحين ونقربوا المشاهد من الصور. شنو هاد الكواليس اللي انت ما الكواليس كتبقى دائما بريفي ما نقدروش ندخلوا فيها لان كاين الحرمه ديال 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 الدار ما نقدروش نخرجوها. اما هي انا الحرمه دابا انا ما قلتهاش ولكن هي خرجت الحرمات ديال الدار ديالي. انا مشينا درنا الشكايه درتها في كازا تحولت البرشيد عيطوا لينا جات. مهم في التقديم الاولاني قالوا لها الناس دخلوا بخيط ابيض قالوا لا سيري ديري تكذيب لا الهضره اللي كنتي كتقولي انك راه سبيتي الاعراض ديال مرتو عيرتيها بالفسيقه عيرتي الدار بدار الدعاره عيرتي بزاف داري اللي كانت كنريحها فيها ب 15 يوم بدار الدعاره بالسب بالشتم بواحد القذف اللي ما كاينش. وانا راه كنوعد الناس واحد الغدا ولا هذا راه غيتحط واحد الرياكشن اللي فيه الهضره ديالها ديال مده ديال شهر و10 ايام راه خدامين فيه الاخوان ديال الطاقم اللي كنوجه لهم تحيه من المنبر. جوك واش كمان حرقوا المراحل وطهر الى عام اكثر انت كنتي انت وهدى ناشطة صبغ لكم درت واحد الشكايه هويا بغينا نعرفوا ديك السبب الرئيسي للشكايه. ما كنا درنا شكايه بها فعلا لان كانت كتعيرنا فهمتي. ومن وقع هذا الشيء هذا مشات هي بغات تعطيها تنازل لان خاص تعرفوا ديما كنقول الكواليس. علاش كنقول الكواليس؟ لان الكواليس ما كيعرفوهاش الناس. الناس كيشوفوا غي قدام الشاشه فهمتي. راه كلشي مدرور وكلشي واكل العصا. نتوما مجبرين دابا نتوما مهما دخلتوا اليوتيوب مجبرين تبينوا الناس الكواليس ديالكم. انا لا انا ماشي مجبر اني نوري الكواليس لان الكواليس ديالي ماشي كذوب حيت ما كنكذبش. يمشي كتوري الكواليس ملي كيكون الكذوب كتبغي تبين لبنادم. انا ما كنكذبش انا ما تلقاش عليا كذبه. انا نعطيك الرياكشن ديالي عليا ما تلقاش عليا كذبه. قبل ما كنطلع نبغي نكذب اولا نفكر انني نكذب اولا حتى الا كذبت خصني ندير لا طريق قبل ونفكر فيها قبل. انا عندي تليفون سامسونج انا عندي تليفون سامسونج انا ماشي غنقول لك انا عندي تليفون واحد اخر. ما نقولش واحد الحاجه انت اللي تقدر تثير لك الانتباه ديالك ولا نقول لك اجي عندي استوديو انا ما عندي استوديو واش فهمتيني. دونك هنا باش نرجع لك الموضوع الاساسي والرئيسي هو ان قالوا لها في التقديم الاولاني سيري ديري تكذيب. كاينين واحد الغرارين عيشه اللي من واحد بعض الجاليه المغربيه واحد الجوجات ولا ثلاثه كيقولوا لا ما ديريش لا ديري هادي لا ما ديريش هادي لا ديري هادي حتى داروا لها هذا الشيء هذا. يعني ثلاثه مرات حنا كنتقدموا تخيل معي ثلاثه مرات ديال التقديم راه ما ساهلينش لان حتى الاخر وعرفوا الامور راه صافي وصلت للحد اعتقلوها. معني ان المره الرابعه فين كنت غادي تقدمي فين تعتقلات تعتقلات وقبل منها في هذاك النهار اللي دايره لايف كتقول لي بربي تنصيفطك للحبس. وردا على الام ديالها انا الحاجه انا ما جبدتكش وما غاديش نعيرك وما غاديش نسبك لانك انت عارفه راسك شنو كتسواي وانا عارف راسي شنو كنسوى. وانا الا قلت لك التعويض راه من حقي راه دابا كنقولها لانني انا خاسر رزقي. راه ما يمكنش غادي تجي انت راه معروف هذا الشيء راه في التعويض راه غنطالبو لان البنت ديالك فمها اللي وصلها لهذا الشيء. وانت اصلا بلا ما ندخل لك الكواليس ديالك هنا في القناه ما غنقول حتى شي حاجه وما غاديش نعيرك وما غاديش نسبك وانتم عارفين شنو هو كتسواو وحنا عارفين شنو هو كنسواو. وبنتك اللي جبدت هذا الشيء وراكي قلتيها لان الطريقه اللي كدوي معايا في التليفون ماشي هي الطريقه باش دوات معاكم اولا باش غادي تدوي معاكم اولا باش بتفكر انها تدوي لان الطريقه ديالها كدوي معايا بواحد الطريقه. وديك النهار عيرتني هي في اللايف عيرتني معيور الام ديالها الام ديالها عيرتني عيرات في اللايف ديالها
قالت لي غنشد موس وغادي نشد الموس وكتقول لهم انا غادي نشرق لي المؤخره ديالو لك انت عليا انا وعندي هذا اللايف عندي هذا اللايف كاين موجود محطوط ما شوف هاد الناس ما كيعرفوش شنو كيدير اما الى جات صدفه بالموت ديالها ولكن انا اللي دار انتباه ديالي وهاد النقطه هادي كنتمنى انكم تعاودوا لها الريبلاي بزاف علاش واحد السيده من الجاليه اللي هي دايره لها المحامي قالت خاصي تفتح تحقيق في الموت ديال الاب ديالها ما عرفتش علاش هاد الكلمات قالت قبيله في واحد اللايف قالت هادشي ما مفهومش كيف السيده مشدوده البارح با مات الغد ليه مع الاسف ان السيده راه مع العلم ان السيده راه كتسافر كتخرج يعني ما يمكنش راه هادشي راه هو اللي خلاني ندير لايف انا ماكش غادي ندير لايف فهمت يعني علاش خرجتي في القناه دير واحد القناه وقلتي هادشي هذا ما مفهومش خاصك تفتح تحقيق في هذا الموت يعني هنا ما والام ديالو قبل بساعه باش يموت عيطت لي دوات معايا ونفس الهضره قلتها كما قلت لك دابا قلتها لها هي ما لا زائد ولا ناقص لا الاخت ديالها ولا قلت لهم اختكم اولا بنتكم راه دارت لي وفعلت لي ودا قالت دوينا معاها وقلنا لها دابا الام ديالها قالت لك لا انا داكشي مشتوش ياك وانا متاكد انها غتقول لكم لا راه قلتها لها انا قالت لكم نتوما مشتوش وتقدر تقول انا مشت داكشي وانتوما كتقول لكم هضره شوف كاين تناقض فهادشي هذا الملف هذا اصلا راه باين وواضح سبيتيه عايرتي هددتي قذفتي هذا راه المصير ديالك هو السجن السلام عليكم لو كان تبت عليا انا شي حاجه واش ما غاديش نهبط انا كون كان السب والشتم متبادل راه انا غادي نهبط انا بغيت نبين لهاد الناس ان هذيك السيده راه ما عمرني عايرتها بالعكس خليتها انا على هواها داز السيمانه الاولى عايرت سبت فيها تعيات وقلت لها هانتي وعيطت للناس وقلت لهم هانتوما راه كتعاير وهذا عيط لي وصراموت قلت لها هانتي قالت لي يا خويا اش غادي نديرو وبقات الامور غاده وغيت الليله اللي غادا تشد فيها نهار الثلاث كتقول يا بربي تنصيفطك للحبس الله واخا بقطع الراس وماشي غير لايف واحد اللي كتقول فيه بربي تنصيفطك للحبس بزاف ديال لي لايف صيفطك للحبس ومرتك فاعله ومرتك تاركه وامك فاعله وامك تاركه باك فاعل باك مسطي انت ماشي لي انت ماشي مغربي انت ليبي انت كذا كذا شي هضرات اللي ما تقدرش تستوعبهم وتدخلهم للدماغ هذه من جهه ومن جهه اخرى الموت راه علينا حق هذا السيد هذا راه مات الله يرحمه انا راه هزيتو في كتافي ديتو للسبيطار هزيتو في كتافي مشيت ليه حتى لبرشيد وهزيتو كتافي وديتو للسبيطار وعاود رديتو لبرشيد وهزيتو وطلعتو ومع ذلك خرجت في لايف قالت لهم كانوا غيسلخو السيكوريتي بغا ينصب عليهم السيده مريضه اش خلاك توصلوا لهاد الحاله هي بغات تطلع القناه ديالها بيا لان لا رجعنا ووريتك الا وريتك انا نشرح لك مزيان باش تفهموا مزيان الا دوات على الجوك كتطلع القناه ما دواتش على الجوك ما غاداش تطلع على القناه وخيرو ديال اش كيدير الجوك اصلا راه تقول شي هضره ماشي هي هذيك راه غتادي الواجب تم ساعه اي واحد دخل باب الجوك عير الجوك يتبع قانوني الجوك وعلاش ما نتبعوش نضربو شحال قدك تبع في المغرب وما اناش كندير انا رسان راه صحفي خدام انا هذه خدمه ديالي قناه عندي راه نصور بلا المحطه صافي عادي جدا هذا هو القانون هذا هو اللي كاين خدمه ديالي انا راه هي هذه راه خدمه يعني راه انت دابا انت جيتي عندي انت غتمشي عند الاخر غدير عند الاخر ثم عالم ديالكم غريب بزاف كما كنتي معاه انت مقديش معاه تقريبا دابا ازيد من 7 شهور مع 8 شهور وكن شناك معاه في شكايه ضد هيام واليوم شناك انت السبب الرئيسي باش دخلت الحبس انا ماشي السبب الرئيسي انا صحح لك هذه مزيان صح هنا وجه المغرب فما اللي سبب رئيسي دخل الحبس انا راه كنرد دابا تخيل معايا غنسولك انت واحد السؤال دابا انت صحفي انا غنسولك كمواطن عادي انسانه الام ديالها كاينه وولدها صغير يعني مينور وكتخرج شي الفاظ اللي هي خيبه قدامهم ياك وكتكمي قدامهم وهذا اش كتسنى من هاد هاد المستنقع هذا اش دابا كيف ما كنعرفوا دابا الجوك انت دخلتي لهاد العالم ديال اليوتيوب اعلنت الحرب عنك خصك تصبر على تصبر 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 لان هذا العالم ديال اليوتيوب فيه الخايف فيه الزوين فيه الادسنس الفلوس كما كتاخذوا نتوما كتجيكم سهله لكن عنده واحد العواقب اللي من بين هذا السب والشتم والام ديالك تسمع الهضره وكاين الغريب في الامر خرجت الام ديالك وحملاتك حتى المسؤوليه الاول لا حملتني المسؤوليه الاول الام ديالي ماشي حملتني المسؤوليه انا الام ديالي اصلا كتقول لي لا سمحتي لا ما نسمحش لك انت ماشي ولدي الام ديالي غير جات هذيك الطيبوبه حيت حنا ناس راه حنا ناس راه قلبنا راه ماشي راه شحال من واحد عيرنا وشحال وهي نيت راه ثلاثه مرات وهي كتصالحني مرتي معها وكتقول لها صافي نعلو الشيطان وكذا هذيك الترات دابا امتى كنتسامح معاك الا عيرتيني مره
صافي وسالات. واش انت داير عليا شهرين كل يوم حلقه؟ شهرين ما ساهلاش ولا شهر. ونزيدك واحد القضيه للتذكير فقط، هذه للتذكير، وهاد القضيه خصك تشدها في المونتاج مزيان. انا راه الام ديالي ماتت بربع ايام، طلعت دارت عليا هي فيلم ديال لاقيط، زعما انا راه ما عنديش مي وما عنديش با وما عند ربع ايام. اشنو تقول انت في هذا الشيء؟ انا سمعتك وريتك فيديو، هذاك وريتك فيديو بحال العدسه من العدس، وريتك غير شويه مش حيت مع فيه تخسر الهضره، حنا رجال وما قدرناش نسمعوه ومعنا الناس في الاستوديو، فهمت؟ السيده انا ما ظلمتهاش، هذه ظلمت راسها بيديها. والام ديالي اللي كتقول لك عيرت ولا ما عيرتكش على الشريفه، وما تكذبوش على الناس، لان عادي تكذبوا لان هي هذه راه كتكذب على كل شيء اصلا. اصلا راه الشيخه الناشطه راه كتكذب على كل شيء، راه اي واحد راه قد فاس الميلودي، قد فاس تراكس، قد فات العبديه، قد فات هويام، قد ما خلات من المداح يسرى مود، كلهم هذوك غيكونوا غالطين زعما، كلهم غيكونوا غالطين، راه ما يمكنش. الله يرحم الوالدين. جوك بعجاله تقول لنا قيمه التعويض اللي بغيت. انا قلت لكم 4 المليون، انا كنعاود نقولها قانونيه غناخذ فيها 4 المليون، بقى 10 دريال ما ندير معاه والو.